<applause> آه ممكن بس اعرف هي سوسن ما جاتش معاكم ليه؟ اه عشان تقعدوا تحبوا في بعض قدامي صح؟ الله عيب يا عم الكلام ده ده احنا يعني عمك عم الديباب ايه يا حاجة في ايه؟ هو احنا عشان قاعدين نتصحك سوا خلاص بقت عمك؟ لا لسه بادج قوي على الكلام ده يا حبيبي امتى طيب؟ لما بقى اتجوز امك ابقى لي يا عمي <applause> يا باشا ما يصحش الكلام ده وربنا وهو يعني صح انك تقابل بنتي من ورايا ما هو آه انا ناوي اتقدم لها ان شاء الله و آه يبقى تخش البيت من بابها يا حبيبي أمان. بس بخبط الاول حاضر يا باشا يلا احنا بقى عشان نلحق نصلي الفجر يلا يا اخويا يا ريس الحساب عند الاستاذ ايه سلام عليكم يلا يا هيثم يا <applause> يا باشا يا باشا استنى طيب استنى هو يلا يا وليه يا يا حجه يلا يا ولا انت يا حجه استنوا طيب است... ايه ده؟ هو في ايه؟ اتفضل حضرتك ايه ده؟ الحساب اه ما هو يوم اسود من اوله كام بقى ان شاء الله؟ ايه ال ها؟ ايه اللي مكتوب هنا ده؟ 14 جنيه وتسعين 90 قرش اوكي معاك باريزا وتاخد 15؟ <applause> ايه ده؟ ايه يا عم مالك فيه ايه؟ مش ممكن حضرتك ظريف جدا يا فندم والله الله ايه الظرافه اللي في الموضوع مش فاهم عايز تاخد البجيزه بقشيش يعني؟ ماشي مفيش مشكله ده هيقعد يضحك بقى لحد الفطار امسك يا عم ال 15 جنيه بتوعك عشان اتكل انا على الله الحساب 1490 جنيه يا فندم ايه؟ 1490 <applause> <applause> مش ممكن خف دمك دي والله عسل وربنا اتفضل ايه دول؟ 15 جنيه يا فندم بقول لك 1490 جنيه ايه ده انت بتتكلم بجد ايوه يا فندم ي يعني ما كنتش بتهزر لا ده حساب الترابيزه دي ولا انا كنت عازم المحل كله وانا معرفش ولا ايه <applause> ايوه الترابيزه دي يا فندم ولو سمحت ما تعطلناش ما تعطلكوش ايه ده انا حق لكم ملطه هنا <applause> ده ايه ده فول وبيض ب 1490 جنيه ازاي فول بالزيت 200 جنيه ميت... طب والنعمة أنا ب 200 جنيه أجيب إدريتين فول أصحك بيهم شجع فيصل كله. بيض مسلوق 80 جنيه. ده بيض إيه بالظبط؟ مين اللي بيضه ده؟ بيض مدحرج 100 جنيه. مدحرج إيه؟ ده لو مدحرج على فخاد هيفاء وهبي مش هيبقى بالسعر ده. زبادي مرجيحة 140. مرجيحة؟ طب على فكرة أنا كنت طالب زبادي زحليقة، إيه رأيك بقى؟ بطاطا صوابع 122. ده أنا اللي هصبع لكم هنا. جبنا بالطماطم 170 حمرة هي ايه دي يا فندم اللي حمرا؟ الطماطم اه جبنه من غير طماطم 110 حمرا برضه جو سوي دي موا 135 مين؟ عيش 75 عيش السرايا ده ولا ايه؟ مياه غازية 80 دي امك اللي غازية شاي بلكونة 95 والنعم انا اللي حرمي نفسي من البلكونة 14% خدمة آه. 183 والله يبقى الحساب 1490 جنيه يا فندم طب يعني مفيش ديسكاونت؟ لا آه طب أقول لك ايه بص آه انا ممكن اشتغل بيهم اغسل صحون ولا اعمل اي حاجه، شوف يعني ممكن تستفيدوا مني ازاي. امم طب ثانيه واحده. استغفر يا رب، دي وقعتيه المحببه دي. انت بتعمل ايه هنا يا حماده؟ اهو يا ما انت كريم يا رب، الحقني يا عمي، ده بيقول الحساب 1000 و... <applause> عمك مين ياض يا ابن الوس <applause> الله 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 ايه ده؟ هتدفع الحساب يالا ولا اخدك معايا على الاسم؟ يا باشا يا.. يا باشا انت مش كنت بتتصحج معايا انت والمدام وال انت شفتني بتصحج معاه؟ لا لا اهو لا ازاي؟ انت بتقول ايه؟ يبقى جلاش رمضاني بقى ليه؟ جربت الجلاش الرمضاني؟ يا يا باشا حرام عليك ده احنا لسه واكلين مع بعض بيض مدحرج ولا كلمه يا باشا طب مش في رمضان طيب؟ اداني على الاسم حرام ربنا